مرحبا متابعينا، أنا المهندس مصطفى محمد من شركة مجموعة الأسوار. اليوم راح نتكلم لكم عن منظومة محركات بوابات المنزل مع منظومة الحاكية المنزلية. يمكن التحكم بالفتح والإغلاق عن طريق الريموت كنترول. ويمكن التحكم بالفتح والإغلاق من كل مكان عن طريق التطبيق الخاص بالحاكية المنزلية. وخيارات أخرى إضافية يمكن فتح وإغلاق الباب عن طريق لوحة المفاتيح الكيبورد. مفتاح كهربائي يمكن فتح وغلق الباب من داخل المنزل. تتكون هذه المنظومة من حاكية أسوار مع موتور نايس الإيطالي، ويحتوي هذا الموتور على UPS داخل، ويمكن تحويله إلى الوضع اليدوي في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. هذه المنظومة مقدمة من شركة مجموعة الأسوار إلى المشاريع السكنية الاستثمارية. تحياتنا لكم.